بعيدا عن سياسات اوباما لا يزال الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحاول بكل استطاعته رسم سياسات جديده تختلف عن سلفه. العراق وافغانستان واخيرا سوريا يبدو انها مقبله على مزيد من العنف والحروب التي يراد منها تثبيت نفوذ واشنطن حيث قامت وزاره الدفاع الامريكيه بحذف اعداد جنودها في تقريرها الجديد الصادر مؤخرا. ولم تكتفي بذلك بل قامت بحسب موقع انتي الامريكي بحث التقارير والبيانات المتعلقه باعداد الجنود في العامين الماضيين وتظهر لقطات اخرى من موقع ميلتري تايمز العسكري ان اعداد القوات العاملة في العراق كانت قبل حذفها تصل الى 7400 عسكريين اي بزياده نحو ثلث عدد القوات التي كانت فيما مضى يصل الى 5000 جندي امريكي وهو إجراء تكمن خطورته بحسب الموقع الأمريكي في تمكن الإدارة الأمريكية من زيادة عديد قواتها دون قلق من ردود فعل سلبية حول ذلك في الشارع الأمريكي. عسكريا يقول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتياس إنهم انتقلوا بالفعل من تكتيكات الاستنزاف في العراق وسوريا إلى تكتيكات الإبادة التامة. وبالعودة إلى خلفية الرئيس ترامب تتناغم هذه الخطوة مع لهجة رأسمالية صريحة بترويجها لمنافع امريكا اولا بينما يترك بلد مثل العراق صاحب الثروه الاساسي في غياهب فقر يصيب 30% بالمائة من سكانه بحسب وزاره التخطيط في العراق، اما عن الواقع السياسي للعراق فلا تزال الحكومه فيه تصر على بقاء القوات الامريكيه في البلاد بالرغم من الويلات التي لحقت به. ويبرر مراقبون ذلك بأن حيدر العبادي يحاول كسب ودي الإدارة الأمريكية التي تريد عزل طهران عن التحكم بنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة وتقليل نفوذ ميليشياتها على الأرض التي تزيد اشتعال العراق والمنطقة برمتها وهذه استراتيجية قد تقرب ساعة الصفر لمواجهة عسكرية بين المعسكر الذي تقوده أمريكا والمعسكر الذي تتمترس فيه طهران وموسكو